شكرا يا كوتش. العفو. قول لي بقى، هتروح الانتخابات؟ بس انا لسه 18 سنه. ما انت كده بقى ليك حق الانتخاب. طب انا عندي ماتشات كتير اول فتره اللي جايه ولحد الساعه 7 بالليل. عادي برضه، الانتخابات على 3 ايام من 9 الصبح ل 9 بالليل. بجد؟ طب انا اول مره اروح انتخب مش عارف اعمل ايه. الموضوع بسيط خالص. اول حاجه علشان تعرف مكان لجنتك، ممكن تبعت رساله برقمك القومي على 5151 او تكلم 141 او تدخل على موقع الهيئه الوطنيه للانتخابات. وبعدين وبعد كده تروح اللجنه ببطاقتك او جواز سفر ساري الصلاحيه. رئيس اللجنه هيتاكد من بياناتك في كشوف الناخبين، وبعدها هتمضي قدام اسمك وتستلم بطاقه انتخاب عليها اسامي المرشحين بصورهم ورموزهم. تروح بيها للمكان المخصص للانتخابات، تعمل علامه صح قدام المرشح اللي هتختاره بس، وتطبق الورقه وتحطها في الصندوق. وما تنساش تحط صباعك في الحبر قبل ما تمشي. ايه بقى، هتنزل؟ طبعا يا كوتش، مش حقي ونبقى نروح سوا. الانتخاب حق من حقوقك، بيكفل الدستور ويحمي القانون. ادي واجبك، احمي بلدك. الهيئة الوطنية للانتخابات. شارك، صوتك هيوصل.